مجدي مجدي نمبر ون What is she going to have What is she going to have تمام <tamain> نمبر <Number> two نور <tamain> what, what are they going to have تمام <tamain> <tamain> ده تكون السؤال عندي زي ما خدنا في الجرامر Number three سامة سامي سامة محمود we are going to have some spaghetti على, طول, على طول يا سما مش عايز تاخير يا سما يبقى we are <تصفيق> going <تصفيق> to have <applause> we are going to have some spaghetti تمام هنروح بعد كده لجزئية الصوره قلنا طبعا بقى بيجيب لي الصوره وزاويه ان وورد بدون كلمات طبعا لو جايب لي صوره زي ديت في الامتحان وبيقول لي اكتب عنها باراجراف من خمس او ست جمل يبقى انا بشتغل بناء على الصورة اللي موجودة قدامي وقلنا الصورة طبعا هي صورة من كتاب المدرسة ما بيجيبليش صور تانية خارجية صورة من المنهج بتاعي في كتاب المدرسة يبقى نخلي بالنا من الجزء ده كويس جايب لي الصورة بالمنظر ده هوت وما فيش كلمات عندي زي ما شفت بعض النماذج اللي موجودة في الواجب اقدر استخدم تمره واقدر استخدم يسترداي محدش هيضربنا على ايديا ويقول لي لازم يبقى ماضي او لازم يبقى مستقبل حاسس ان هكتب صح في الماضي بكتبه كله ماضي حاسس ان هكتب جمل المستقبل كلها صح بكتبه مستقبل يبقى زي ما في بعض الناس كتبت وقالت tomorrow I am going to go to a restaurant I am going to go with my family We are going to go by car We are going to have lunches there. I am going to have a burger and the french fries. My father is going to have kebab. My mother is going to have barbecued chicken. yesterday. I went to a restaurant. I went with <laughs> my family. We went by car. We were hungry. We had lunches there. I had. my father had my mother had تمام يبقى لو هكتب ماضي كل جمله ماضي لو هكتب مستقبل كل جمله لمستقبل ولما بكتب في المستقبل يا احمد يا عبد المجيد يبقى لازم اقول i am going to have او he is going to have او they are going to have مش going لوحدها من غير am و is و are الحاجه الثانيه الناس لما اقول في واجب وبيتعمل كل الناس تعمل واجب وتبعته لي على الخاص زي ما اتفقنا قبل كده مش هلاقي اتنين تلاتة بعتين والباقي مكبر دماغه اكن انت في حصة الدرس بالظبط ما عملتش الواجب يبقى انت كده ما عملتوش يسير انا عملته بس ما بعتوش يبقى انت ما عملتش يا انا عملت الواجب بس ما بعتوش يبقى انت ما عملتش عملت الواجب بالنسبة لي ان الواجب يوصلني واقول لك اه انت كده تمام او مش تمام ده بالنسبة لجزئية الواجب وازاي بنشتغل في الاونلاين لان احنا شكلنا كده ان شاء الله مطولين في الاونلاين يعني ممكن الترم الثاني كله يبقى اونلاين فالناس تظبط نفسها من دلوقتي وتتعود على طريقه شغل الاونلاين لما يبقى في حفظ في واجبات كتبتها سمحت قدام ماما سمحت قدام ماما او بابا او اي حد قدامي في البيت عملت الهوم ورك بتاعي بقوم مصور الصفحات اللي انا عملتها وبعتها للسير يبقى انا كده عامل الواجب وحافظ كلمات اهوت يا سير لك اثناء الحصه بنشتغل مع بعض زي ما احنا شغالين بنفس الطريقه بسالك بتجاوب انا بجاوب معاك المهم ان احنا بنشغل الحصه وبنستفيد بهذه الطريقه في جزئيات يا مش فاهمها ارفع لي ايدك وقول لي يا لو سمحت نعيد النقطه ديت او نعيد جزئيه الجرامر ديت او نعيد المحادثه ديت وانا معاكم في اي حاجه تتعاد مره واثنين وعشره انما واجب وما يتبعتش يبقى انا كده مش شغال انا كده مش شغال تمام؟ كير. أيوه أنا, مع... أنا يصير مش معايا يصير الواتساب الخاص بيك يا حبيبتي تعالى الرقم التليفون بتاعي أنا الخاص بتاعي أهو أهو في كل هتلاقيه في كل صفحة في المذكرة أهو ده الرقم ده الرقم ده لا مفيش ماسنجر الواتس الرقم ده تمام تمام <applause> آه. نشوف جزئية البنكتويشن اللي كانت هنا I have English on Sunday يلا محمد عبد السلام الاي كابيتال والاي كابيتال والاس بتاع سانداي كابيتال في الاخر في تمام يبقى عندي اربع اخطاء في الجمله همت الاي كابيتال بدايه الجمله الاي -E بتاعت انجلش لانها اسم لغه مش ماده مش ماده الناس اللي بتلخبط ما بين اللغات والمواد انا بكبر اللغات زي الانجلش او الفرنش او العربي انما مش الماس والساينس لا المواد الدراسية لا أنا بتكلم عن لغة لغة زي الإنجليش أو الأرابيك أو الفرنش تكتب كابيتال أيام الأسبوع قلنا طبعا تكتب كابيتال وفي نهاية الجملة بما إني بادئ بأي يبقى اخر فول ستوب بنحط الفول ستوب الجملة الثانية سما عايزة سامة محمود حاضر الآر كابيتال أيوة والإي كابيتال أيوة و... وفول ستوب والفول ستوب نروح لجزئية تانية بعد ما خدنا مجموعة الاي ار ER وتايجر تعالوا نشوف جزئية الترتيب الجملة الأولى في الترتيب حمزة نعم يا شيخ اتفضل نمبر 1 في الترتيب ديت سي ا 3 يبقى ديتشي سي ا 3 والكويشن مارك ما تنسيش حمزة نمبر 2 يلا يا آسر Did he eat any bread? There? جميل ده طبعا بالنسبة لترتيب كلمة إني في الجملة يبقى did he eat any bread وبرضه question mark ياسين أبو جبل أيوة سير يلا نمبر ثري ياسين ايوه سير اي ايت ميت اند رايس اي ايت ميت اند رايس او رايس اند ميت والفول نمبر فور محمد حسام محمد حسام ما دخلش احمد فكري فكري حاضر ماي ماذر هات افش ماي ماذر هاد افش تمام والفلوس ستوب باجي بعد كده مديني الصوره اهيت الخاصه بجزئيه الفونكس الصوتيات قلنا طبعا مفيش كلمات قدامي ولكن انا فاكر لما كان السير بيقرا لي عن جزئية ديت الخاصه بباستر اللي هو التايجر طب يا سير انا نسيت اسم باستر خلاص اكتب لي اي كان سي ا تايجر انا شايف تايجر The tiger has a blister. He puts butter on the blister. It gets bigger. His mother has lobster. She gave him lobster. He likes lobster. I like lobster too. وأنا كمان بحب اللوبستر زي. دي عن الصورة اللي موجودة عندي من جزئية الفونكس. بروح بعد كده للبانكتويشن. هاو از يور فاميلي سامي؟ عايز حد كويس يقول لي ترتيب الجمله دي في البنك تويشن. يلا يا هاني الاتش ها؟ والاس والفول ستوب هاو از يور فاميلي سامي؟ يبقى عندي الاتش كابيتال والاس بتاعت سامي وفي الاخر فول ستوب فول ستوب ليه يا استاذ؟ انا عندي هاو كويشن مارك نايس حاجه كمان سير. يا هاني سير اقول عب السلام في قبل سامي في, 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 في كومة. قبل سامي يا هاني لما اكلمك يا هاني في قبلك كوما يبقى قبل سامي هنا في كوما قبل سامي في كوما تمام يبقى الاتش كابيتال والكوما اللي قبل سامي معناها يا والاس سامي والكويشن مارك الجمله الثانيه منى اند باسمه وانت تو ذا زو اتفضلي يا لارا الإم كابيتال والبي والجي وال الفلسطين والفولستوب تمام موجودة خلي بالك انتي بتعيدها تاني طيب ها في عندك أي تعليق تاني ولا أقول أنا؟ أنا عارفة أقول أنا؟ سير تقريباً فوق كومة قبل سامي هو فين سامي ده؟ انت فين انت فين احنا في نمبر 2 اصحي اصلا لسه داخله يا سيف اصحي يا مالك احنا في نمبر 2 دلوقتي ها مش هتزيد يا مفروض المفروض تكون المفروض تكبر المفروض طبعا نكبر الزد كمان تعالوا كده نلاحظ الجمله دي مع بعض يبقى هقول له الام كابيتال بدايه الجمله وهو اسم شخص البي بتاعت بسمه كابيتال لانها اسم شخص لما اقول جيزه زو على بعضها جيزه زو على بعضها ده اسم مكان مشهور يبقى الجي كابيتال والزد كمان كابيتال اسماء الاماكن تكتب كابيتال يبقى الجي بتاعت جيزه والزد بتاعت زو وهو اساسا مديني الفول تمام يا لارا يبقى الجي كابيتال والزد كابيتال هروح لجزئيه الليسننج في الامتحان اسمع وخد دايره نمبر ون بليستر نمبر تو تايجر نمبر ثري دينر هقول تاني بليستر تايجر دينر زي ما بسمع في المدرسة السؤال التاني listen and complete اسمع وكمل how is your family هكتب زير 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 اللي هي زي ار بس لازم تبقى مختصرة زيرا فاين زير fine اللي هي زي ار فاين They're fine. يعني they are fine. What are you drinking? What are you drinking? Orange juice. Try some. Try some. No thanks. What are you eating? What are you eating? <applause> تمام بالنسبة للمحادثة ولا أقولها تاني؟ ميرسي تمام هي عند اورنج جوس في بوينت يبقى تراي هي كابيتال صح؟ تراي كابيتال right امال ايه بدايه جمله جديده يبقى تي كابيتال okay. يبقى زي ما قلنا ذير فاين يعني زي ار فاين وات ار يو درينكينج هنا تراي سام وات ار يو ايتينج نروح لجزئيه الاود 1 المفروض ان ده كان في الواجب الناس اللي بعتت الواجب وراجعته بتراجع معايا الناس اللي ما بعتتش او ما حلتش بتحل معايا عشان نلحق نبدا ناخد الجزء الجديد مديني كباب مديني كباب ليمونيد سباجيتي وبرجر هقول له ليمونيد هي اللي مختلفه وبعدين احط مكانها اي اسم الاكل وليكن جرين سالاد رايس بريد فيش سيري اللي بعديها نمبر 2 father, و mother, وسيستر sister. قول يا مالك. باتر ونحط مكانها brother. هنشيل باتر واكتب مكانها اسم في الاسره زي المجموعه اللي قدامي زي brother. number 3, tiger, lobster, table, mother. ما فيش حاجه بتجمعهم الا اربعة الا ار. ال يبقى انا هشيل table واكتب مكانها اي اي ار. مديني مادر هقول له فادر هقول له برادر هقول له سيستر ده كله شغال المجموعة اللي بعدها دينا بيبر ما فيش مشكلة دينر بريكفاست لانش كار هنشيل كار مديني بريكفاست ولانش ودينر هقول له سناك <applause> نعم تسألنا اجهزي في اي وقت مجموعة الخمسة مديني جوز وليمونيد وملك وكباب هقول له كباب هي اللي قد واكتب مكانها اي مشروب وليكن ووتر تي سير عادي عادي ايس تي نعم عادي ايس دي تي ايس دي تي اي درينك اي حاجة بشربها محدش يجي يقول لي هنا دولت ليكويدز احطه اويل لا لا يبقى مديني جوس ليمونيد ميلك هقول له تي اي تي اقول له كوفي هقول له ينفع هنقول ووتر ما انا قلت من اول خالص ووتر بيقول لي كمل بكلمه من الكلمات على حسب القطعه اللي قدامي وده بيعتمد على حفظ الكلمات والافعال اتس تايم فور دينر وقت العشاء My mother is going to the table. اسمها going to sit the table. I am going to help here My father is going to have hamburger. I am going to have آخر حاجة عندي هنا كباب. We are all happy كلنا سعداء. نشوف القطعة. Yesterday, Buster the Tiger had a blister. His mother gave him lobster for dinner. Buster said, I like lobster. Thank you, mom. Buster put the butter on the blister, but the blister got bigger. هي نفس الكلام اللي كان موجود عندي في جزئية الفونكس ولكن عملناها على هيئة قطعة. السؤال الأول باستر عايز. is a lion. هقول له الكلام ده فولس. ليه؟ فولس. لأنه تايجر مش لايون. نمبر تو Mother give him a blister <applause> هي مامته ادته بليستر تورم في ايديه ولا في صبعه؟ لا طبعا الكلام ده فولس هي اداته قلنا <applause> له بستر الناس اللي بتلعب تبطل لعب. Number 3 the blister good bigger اه oh, الفقاعه اللي في صبعه ديت good bigger ايوه زي ما هو قايل لي the blister good bigger يبقى اقول له ترو الاسئله What did mother give Very him? سيريم السؤال الاول اتفضلي يا سماء محمود نمبر 4 She gave him the blister. She gave him the blister. نمبر 5 Did he put butter on the blister؟ محمد عبد السلام. Yes he did. Yes he did. الجمله الاولى في الترتيب يا yeah. الاء دخلتي ولا لسه يا الاء؟ على ما لا تصحى شاهد الحداد نمبر 1 وات وات ار يو جوينج تو هاف مارك ما تنسيش تسنيم تسنيم يلا يا تسنيم نمبر 2 تسنيم يسير اتس it's time now for dinner لا يا تسنيم راجعي تاني بسرعة. ما حدش ينطق. خلاص it's يا تسنيم. Time it's time for dinner now. ايوه كده، now ترميها لي في نهاية الجملة. ناو ترميها في نهايه الجمله طالما بادئ بإتس يبقى ناو في اخر كلمه في الجمله يبقى اقول له اتس الناس اللي عاملاها كده تصلح اتس تايم فور دينر ناو اتس تايم فور دينر ناو اللي عاملها في الهوم ورك ناو فور دينر لا اتس تايم فور دينر ناو نمبر 3 داوود داوود ما فيش داوود احمد عبد المجيد عبد المجيد زير از ابلستر اون هيز فينجر تمام يا احمد نعمل واجباتنا ونظبط الدنيا يا احمد مش لازم ابقى واقف على دماغك على طول يبقى زير از ابلستر اون هيز فينجر ماشي نمبر 4 يلا ريتاج ريتاج مش لازم اقول الاسم عشرين مرة ما فيش ريتاج ماشي ايوة يا سير لا بعد ايه يا سير احنا مش قاعدين مظبوطين ليه على الجهاز معلش يا سير المايك كان معلق يلا يا ريتاج يلا ماشي does does heba some does كباب like some ايوه كده اتظبطي does هبة like some kebab والكوستشن مارك باجي بعد كده للصوره اللي كانت موجوده عندي اقدر اتكلم برضو هنا عن التايجر او اقدر اتكلم عن انه لانش وانا اتغديته في مكان وهكذا كتبت ايه يا سما سما سامي تفضلي Sir yesterday I went to the restaurant. I I ate uh, I ate cucumber, I ate spaghetti, I like I like lopester. Best siret the tiger yan. ما لقيتش حاجة أعملها في التايجر. ما تقول إذا تايجر لايكس لوبستر هو كمان. ماشي. ماشي. تمام تمام. كثيرة كثيرة ياسين بس السيرك كان صوت عندي معلق فمش هيديه يفتح. تمام يا ياسين. أروح لجزئية البنك تويشن الجملة الأولى في البنك تويشن عندي عاوزين. يلا ياسين ياسين سيدي سالم ياسين شيخ نعم يا يلا يا الجملة الأولى في البانكتويشن اه اه الإيه بتاع الـ ها الإيه الإيه بتاع الاسم بتاع بتاعت الاسم من مين ده؟ أيمن أيمن ها والأو 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 عمر ها وفول الفولس اه يبقى ايه ايمن وعمر والفرص حاجه ناقص حاجه عندك سيري ينفع اللي تحتيها ناقص حاجه سيري. عندك ال ال اللي ال لوكسور اللي يا ياسين نظبط الدنيا يا ياسين شويه ونذاكر الجمله الثانيه الجمله الثانيه عاوزين ياسير ينفع مش عايز حد يقول انا عايز بس اشوف بقيه الناس اللي معايا ما انا مش عايز الناس تدخل وتطلع وما اشتغلتش لانا لانا انت داخله ب 20 علي. رقم يا لانا اتفضلي وات دبليو الو. اه؟ عشان كده بيعمل صدى صوت, صوت عندك عشان كده بيعمل صدى صوت, صوت عندك اتفضلي الدبليو والاي بتاع علي ايوه والاي الثانيه غرقان وكوتش مارك والكوتش ماركه تمام أزل. تمام ماشي ماشي مبدئيا عندي هوم وورك في جزئيه المراجعه يلا نروح كده لجزئيه المراجعه بيت 43 43 في اخر المذكره وهنرجع تاني 43 في اخر المذكره وهنرجع تاني للشرح ها جبنا 43 <applause> تمام كان عندي طبعا جزئية التسميع وفي تحتها اكسرسايز صغير كده نشوفه تأكيدا على جزئية الجرامر اللي احنا شفناها في اليونت ده نمبر وان نمبر وان نور I am going to I am going to have have ليه لان عندي going to مصدر نمبر تو سما سامي what you going to have Our. What are مع I will will, will they, مع you والوي والزي والجمع بقول are يبقى what are you number three يلا محمود what is he going to have what is he what is he Ala. number four we are we are تمام tamam. number five عبد السلام they are going to have a uh, French fries ركز يا محمد أوه. بقول اه بقول اه ما حدش ينطق بيف بيرجر. يبقى بيب برجر يا عبد السلام لان عندي هنا اس وهنا اس يبقى وعندي هنا فرنش ممكن اقول فرنش فراي وفرنش فرايز جمع يبقى اذا الصح عندي بيب برجر بيب برجر اخر جمله لارا هي از تو هاف سم كباب جوينج بس ليه لوجود لي تو عندي اساسا اهيت يبقى هيز جوينج تمام عندي هوم وورك في الجزء ده حل. الامتحانات الثلاثه بدايه من 45 و6 47 و8 حل. 49 و50 وجزئيه الليسننج موجوده هنا اهيت تمام يبقى أنا عندي حلت. تلات تمام التلات امتحانات على يونت 5 دولت نحلهم كتدريب على يونت 5. ارجع لي للشرح بدايه يونت 6. بيج كلنا 75. بيت 75 من اول الشرح او من اول جزئيه المحادثه اللي عندي. يلا. سيرو حضرتك سيروا حضرتك تخلص معانا يونت 6 و... وكده انا بخلص. ما ولا لسه في حاجه تاني المفروض بخلص يونت 6 وهناخد امتحانات شامله امتحانات شامله على النظام الجديد يعني النظام الجديد ازاي مش فاهم على نظام ورقه الامتحان الجديده انت كنا هنا بنشطب السؤال ده وهنا نقول السؤال اتغير بقى صوره من غير كلمات يبقى هجيب لك شكل الورقه الجديد اللي هو امتحانات كاملة على اليونتس من 1 ل 6 مش على كل وحدة لوحدها يا مجد. سر هو هيبقى اونلاين؟ زي ما احنا حبيبتي اونلاين امال احنا هنروح فين؟ ما فيش غير الاونلاين. احنا ما فيش قدامنا دلوقتي غير الاونلاين. حتى الترم الثاني حتى الترم الثاني ممكن نشتغله كله اونلاين في وضع الظروف اللي احنا فيها ربنا يعدها على خير. اوكي. <applause> يلا. يونيت 6 عنواننا ديورينج ذا يبقى هاخد من العنوان حفظ العنوان يعني ايه ديورينج يا سير كلمه ديورينج بمعنى خلال او اثناء خلال او اثناء ديورينج ذا خلال العام او اثناء العام في معظم الاحيان كانت كل سنه بتتلغي اليونت الاخيره ديت ولكن السنه دي مفيش حاجه اسمها ملغيه في الكتاب ده مديني كلمه ديورينج Year straight across forum, across forum, subject, favorite, library, math, music, room, English, color, lizard, fun, art, great, time, animal, lafael, like, liked, put, here, put, sweep, swept, get, to got, have had. help help it الجمل اللي عندي its fun its great put away it's my favorite it's time for thanks الجمل اللي اتكررت في المحادثه what's your favorite subject i like math excuse me where is the library go straight it's across from the music room You are welcome. Oh, it's time for art class. Great. That's my favorite. تعالوا نشوف المحادثة ككل عشان نفهم التعبيرات والجمل دي جت منين. الصورة اللي قدامي أقدر أوصفها إن المكان اللي قدامي دوت عبارة عن سكول. What's your favorite subject? المفروض لما بتسال سؤال زي ده في المحادثه سواء كان في منهج الولد او في منهج التايم بقول ماي فيفورت سبجكت از كذا او كذا از ماي فيفورت سبجكت لما اقول لحد وات يور فيفورت سبجكت بيقول لي ماي فيفورت سبجكت از انجلش او انجلش از ماي فيفورت سبجكت الجديد عندي ان انا اقدر اقول اي لايك ماث لا يعني اقدر اجاوب على واتس يور فيفورت باي لايك ايوه ايوه اي لايك ماث معناها ماي فيفورت سبجكت از ماث يبقى تاني واتس يور فيفورت سبجكت ماي فيفورت سبجكت از ماث ماث از ماي فيفورت سبجكت اي لايك ماث الثلاثه اجابه على واتس يور فيفورت سبجكت اي لايك ماث اتس فن انا بحب الماث اتس فن انها متعه أنا شايف متعتي في الماس excuse me وير إز ذا لايبراري هنا بيراجع على جزئية excuse me وير إز ذا ميوزيوم excuse me وير إز وأي مكان بس إحنا هنا داخل المدرسة يبقى وير إز ذا لايبراري أين المكتبة؟ هي فين مكتبة المدرسة؟ جوستريت امشي طوّالي. it's across from خط تحت اكروس فروم يعني ايه اكروس فروم في المواجهه او في المقابل it's across from the music room في وش حجره الموسيقى it's across from the music room في الواجهه او في مقابله حجره الموسيقى ثانكس اشكرك او اشكركم you are welcome لما حد يقول لي ثانكس او ثانك يو يو ار ويلكم على الرحب والسعه او اتس تايم فور ارت كلاس اخذنا جمله اتس تايم من اول يونت لما كنا بنقول اتس تايم فور بريكفاست اتس تايم فور بريكفاست ودلوقتي اتس تايم فور ارت كلاس وكتبنا تايم فور انجلش يبقى It's Time for كلاس ده وقت حصة الرسم. جريت رائع ذاتس ماي favorite ذاتس ماي favorite برضو قلناها من أول يونت لما كنا بنقول It's my favorite إنه المفضل لدي يبقى ذاتس ماي favorite هنا إنها المادة المفضلة لدي أو بالنسبة لي ذاتس ماي فافورت المحادثة مرة تانية What's your favorite subject? طبعا بخلص بالي ان ده سؤال. I like math دي جملة it's fun دي جملة تانية. Excuse me where is the library? جملتين برضو. يبقى عندك excuse me ال E بدئ بادئ بال W تاني كابيتال في apostrophe question mark بعد كده. Go straight نقطة it's across from the music room ونقطة جملة تانية. سانكس لوحدها جملة التي كابيتال وفول ستوب يو ار ويلكم جملة عند الواي والفول ستوب لو مديها لي مختصرة هقول له ابوستروف ار اي انما كاتبها لي كاملة خلاص او جملة اتس تايم فور ارت كلاس جملة تانية جريد جملة ذاتس ماي فيفورت جملة تانية براجع على جزئيه المحادثات القديمه بالمنظر اللي قدامي ده دي صوره الريفيو اللي كانت بتتكرر كتير في جزئيه الصور ويقول لي اتفضل اكتب لي عنها باراجراف وجت في سنين كتيره المنظر اللي قدامي هي الكلاس الكلاس ده عباره عن مكان اللي احنا بنسميه المكتبه انا شايف تيشر قدامي وشايف بوكس سواء هنا أو هنا وشايف ولاد ولد وبنت في الصورة هنا الولد بيقول اي put away the box خط تحت put away يعني إيه سير put away خدناها قبل كده put away the groceries يرتب الحاجة مكانها لما أقول اي put away the box يعني أنا وضعت الكتب مكانها أنا رجعت الكتب مكانها البنت بتقول له اند اي سويبت ذا فلور وانا كمان كنست الارضيه دي مراجعه على جزئيه سويب ذا فلور اي سويبت ذا فلور وانا كنست الارضيه Thank you very much اشكركم جزيلا او شكرا كتير Thank you very much ده بالنسبه لجزئيه الريفيو باجي هنا واقول What's your favorite subject? Or what is Alice's favorite bird? يبقى لما اسال عن المفضل بالنسبه لك في اي حاجه اكل لون يوم ماده شهر فصل واتس يور فيفورت والاسم الحاجه اللي بسال عنها ممكن اقول لك واتس يور فيفورت كلر واتس يور فيفورت سبجكت واتس يور فيفورت داي واتس يور فيفورت سيزون والاجابه على حسب السؤال باجي بعد كده اكسكيوز مي اي ام لوكينج فور ذا اللي اخذناها قبل كده اي ام لوكينج فور ذا ميوزيوم اي ام لوكينج فور ذا بعد كده بقول واكتب لوكس ترن رايت اتس اون ذا ليفت اون مع الاتجاهات اون ذا ليفت اون ذا رايت ترن رايت خد يمينا اتجه يمينا ترن ليفت اتجه يسارا جو ستريت امشي طوالي اتس تايم فور انه وقت او حان وقت زي ما قلنا قبل كده اتس تايم فور بريكفاست النهارده بقول اتس تايم فور ارت كلاس ده وقت حصه الرسم طبعا you are welcome ده بالنسبة للمحادثة الأولى عندي في unit 6 تعالوا نشوف هنا هو جزئية المحادثة ونكملها مع بعض what you do yesterday هقول what did you do yesterday بنكتب نسمع ونكتب نسمع ونكتب what did you do yesterday I did my English homework do you like English Yes, it's my favorite subject. It's my favorite subject. What's, what's your favorite animal? What's your favorite animal? I like the tiger. I like the tiger. So do I. Wa kaman. تمام بالنسبة للليسنينج ولا لسه؟ تمام تمام تمام, تمام, تمام. الليسنينج هاخد الاكسرسايز ده معايا في الهوم ورك اللي هو 78 78 مراجعة على المحادثة هروح بعد كده لجزئية الورد تايم وده اللي هنختم بيه النهارده جزئيه الورد تايم بس اللي هنختم بيه النهارده والحصه اللي جايه ان شاء الله نكمل الجرامر وجزئيه الفونكس ويبقى كده خلصنا المنهج كوحدات ويتبقى لنا الامتحانات نشوف مع بعض جزئيه الكلمات مديني وينتر اللي هو فصل الشتاء سبرينج فصل الربيع سمر فصل الصيف فول او اوتم فول او, أو اوتم اللي هو فصل الخريف فلاورز ابلز بيلد اساند كاسل اساند كاسل جو بيتش بلاي ان ليفز بلاي ان ليفز جو سكيينج جو سكيينج اديني هنا بيك و بيك بلاي و بلاي جو وينت بيلد بيلت بلانت بلانتد المطلوب مني ابقى عارف بلانت فلاورز على بعضها بيك ابلز على بعضها بيلد اساند كاسل على بعضها جو تو the beach مع نفسها play in the leaves. مهمه جدا play in the ليفز جو سكيينج مديني مجموعه افعال باسماء مصحوبه مع بعضها تكمله لاول يونت بداناه من وقت لما كنا بنقول واتش ذا سرايز وكلايم mountain وبلاي cards. النهارده بقول لك plant flowers بيزرع ورد. بيك ابلز بيقطف التفاح. بيلد ساند كاسل بيبني قلعه من الرمال. go to the beach بيذهب الى الشاطئ. play in the بيلعب في ورق الشجر اللي بيقع على الارض. go skiing يذهب للتزلج او التزحلق. ماله الكلام ده؟ المفروض ان هربط ما بين مجموعه الافعال اللي قدامي وحاجه اسمها السيزون